والله يا أخي الكريم، الإعلان الدستوري واضح جدا في نصه، فهو ينص على أكد على أن أعضاء الهيئة التشريعية حددهم بستون عضوا، وحدد بأن القرارات في الهيئة التشريعية تؤخذ بثلثي الأعضاء زائد واحد. الأعضاء معرفة وليست نكرة، لم يقل ثلثي أعضاء ولكن قال ثلثي الأعضاء، وهذا يؤكد أن يعني ثلثي الستين عضوا، أي أن النصاب هو 41 عضوا. ففي جميع الأحوال هناك قضايا مرفوعة، نحن نحتكم القضاء ونقبل ما يقول به القضاء، وما نتمناه من زملائنا أن يحترموا القضاء أيضا، لأن ما يقومون به في رأينا هو عمل غريب يعني، ونستغربه من مؤسسة تعمل على بناء دولة القانون وهي لا تحترم في الحقيقة القانون. صدر الآن حكمين، وهذين الحكمين يفرضان على ما هذه المجموعة الهيئة أن تقف تعاملها وكأن الدستور جاهز، وتواصل اتصالاتها سواء مع مجلس النواب أو مع الحوار السياسي أو مع غيرها من المؤسسات، مستعينة بدعم بعثة الأمم المتحدة، والتي في الحقيقة شجبنا موقفا هذا باعتبار عملي هذا يعد تدخلا في الشأن الليبي. نحن ما طلبنا به هو الاحتكام إلى الخبراء الليبيين الوطنيين الذين يمكن أن نعود إليهم وأن تقام ندوة على سبيل المثال الوطنية تطرح فيها مختلف وجهات النظر، ولكن ذلك يتم بعد أن يتم سحب هذه المسودة ويتم إلغاء كافة القرارات الغير قانونية التي اتخذها هؤلاء الإخوة بالهيئة التأسيسية. طيب.